يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة. انا نبهتك قبل ما تروح الكلية، قلت لك احنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بقية عمرك ورا الشمس؟ يا ادم يا ادم، ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. ما هو قال لك اهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك اما الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعملي لي عمرة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما تصحش كده يابا. صح. انت بتمد ايدك عليا؟ يالا انت بتشدني والله. عاد لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا. لا انا هنا الكبير، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي يطلع بره البيت. اتفضل بره بره. ايه يا امين حرام عليك يا اخي. انت بره بره. ادم 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 حرام عليك يا ادم. تعالى راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الاول في الاخر ابوك خايف عليك. هنزل شويه. ادم ادم يا ست. اطلعي بقى. مش هطلع. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حدي يا ادم.